هل يجوز انها هي تساهم معهم كمان في دفع كفاره والدتها؟ ممكن اخوانها طبعا واجب عليها ما دام عنده اولاد ذكور، الولاد ديل هم اللي بيطعموا لام وجوبا، لانه الرسول قال للولد انت وماليك لابيك، واجب على الوالد يعيد عن الاطعام، يكلف اولاده يطعموا له. الام برضه ما عندها قروش تكلف اولادها، انا ما قاعد اقدر اصوم تطلعوا لي الكفاره، تجبرهم لانه واجبهم ديل الولاد، يطلعوها الكفاره يطعموا اولاد 30 مسكين ان شاء الله وخلاص، على شرط زي ما قلنا في الاطعام دي اخواننا 30 مسكين. بعض الناس يكونوا زلزل دول الولاد دي امهم ما صايمه يشوفوا مبلغ دي لاسره مكونه من 3 انفار، لا لازم 30 مسكين. امك كنت فطر 30 يوم لازم 30 مسكين يكونوا اكلوا من حق امك كلها. نعم. طيب اخذ كذلك اتصالي، ناديتني يا شيخ. ام بشر، ام بشر من كندا. مرحبا بك يا ام بشر، تفضلي. أم أبشر؟ أيوه نعم معك في الخط. مرحب بك، تفضلي. كان عندي سؤال بخصوص رؤية هلال رمضان هنا في كندا من يوم الثلاثاء. حصل خلاف كبير بين الطوائف والمساجد. في منهم قرروا رمضان إنه هو يوم الأربعاء، في منهم قرروا يوم الخميس، وحصل خلاف كبير والناس لغاية يوم الثلاثاء بالليل او صباح الاربعاء ما كانت عارفه تصوم الاربعاء او الخميس، والناس انقسمت. فما بعرف شنو هو حكم صيام الشك في هذه الـ. طيب المركز المركز الاسلامي المعتمد عندكم في كندا قال شنو؟ هم قالوا يوم الاربعاء، بس الاغلبيه قالت الخميس، الاغلبيه صاموا في الخميس. طيب حاضر. حتى الجيران شافوه يوم الاربعاء يوم الثلاثاء بالليل خالص قريب لصباح الاربعاء. طيب حاضر ان شاء الله، تسمع ان شاء الله اجابه الشيخ، شكرا. كان برضه عندي سؤال كان. ايوه تفضلي تفضلي. كنت برضه بسال من اللحوم اللي هي تبع اليهود، بيقول انه هنا ذبائح اليهود محلله بالنسبه لنا، فكنت عاوز اعرف هي محلله بالنسبه لنا كيف؟ اذا كان هم بيهلوا لغير الله. اللحوم؟ ايوه. طيب هي مكتوب ذبائح اليهود وما شابهها. طيب هي مكتوبة إنها هي مذبوحة على الطريقة الإسلامية ولا بتجتهدوا أنتوا عشان تعرفوا؟ لا هي مكتوبة إنها حلال، لكن يعني بسمع كثير، في كثير من المسلمين بيقولوا إنه لحوم اليهود أو طعام اليهود حلال بالنسبة لنا، فكنت عاوز أعرف هل هذه الشيء صحيحة ولا لا؟ طعام شنو؟ طعام اليهود أو ذبائح اليهود. الكلمة بس ما واضحة لي. ذبيحة اليهود اللي هم اليهود. اليهود اليهود. طيب أيوة. طيب يا أم بشر معليش، هل عندكم يعني إمكانية إنكم تمشوا وتشتروا خرفان، وعندكم إمكانية إنكم أنتم يعني بأنفسكم تمشي تذبحوا، في خيار زي ده ولا ما متاح؟ طبعا أكيد، لا في اللي هم الحلال موجودة، لكن في مناطق بتكون نائية مثلا في كندا في المدن الأول. طيب الغرف صغيرة مرات ما بتكون متوفره فيها، بيكون مش متوفر طعام اليهود او ذبائح اليهود. طيب. هل في نبي حلال للمسلمين ولا لا؟ حاضر ان شاء الله، تسمعي تعليق الشيخ. شكرا جزيلا ام بشر. شكرا. ام بشر من كندا يا شيخ، هي تسال من الناس اختلفت عندهم، منهم من قال رمضان يوم الثلاثاء، ومنهم من قال يوم الاربعاء، ومنهم من قال يوم الخميس، والاغلبيه على الاربعاء. في حاله زي دي هم يمشوا مع منو يعني؟ ما خلص يصوموا. يصوم على طبعا هم هناك اقرب دوله عليهم، شوفوا اقرب دوله لكندا صامت يصوم معاه ويفطر معاه. شافها مثلا اقرب دوله ليهم طبعا في الحاله دي اقرب دوله اسلاميه تقريبا المغرب العربي تقريبا، مش كده او كده. شوفوا المهم جغرافيا، شوفوا اقرب دوله علي كندا صامت يصوم يعني علي يجتهدوا بس يصوم 30 يوم او 29 يوم صيام صحيح في بلد غربه زي دي بعيده جدا من العالم. كندا دي ما اخر بلاد الدنيا. يقول الحاله دي يصوم الاربعاء صيام صحيح، صام الخميس صيام صحيح، ربنا يقبل منه ان شاء الله. ان شاء الله. نيجي نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني تسال من ذبائح اليهود بالنسبه للحوم. ايوه. هل يجوز ان يعني ياكلوا منها ام لا؟ طبعا دي اهل اليهود دي اهل الكتاب. ربنا تبارك وتعالى قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم،
يبدو ذبيحه اي زول معتنق الديانه اليهوديه، معتنق الديانه المسيحيه، الذبيحه بتحته حلال. الا اذا كان قدامنا ذبح خروف وقد ذكر اسم غير اسم الله، يقول الحال دي ما ناكل. لكن قالوا ان الخروف ده ذبحه يهودي، ذبحه مسيحي، ناكل طوالي، ذبيحته حلال. ولكن في بعض مرات كان في ذبيحه يعني يخنقوا، مثلا اذا كان قالوا ان الخروف ده خنقوه وبعدين ذبحوه. المهم فرضنا جانا لحم، وفي عهد النبي عليه الصلاه والسلام عائشه رضي الله عنها قالت في يعني جماعه سالوا النبي انه ناس يجيبون لحم ما بنعرف مذبوح كيف. الرسول عليه الصلاه والسلام على حد قال لهم سموا واكلوا، والحديث في صحيح البخاري سموا واكلوا. يبقى الناس دي اللحم اللي بيكون ده قال لكم مذبوح على الطريقه الاسلاميه، مذبوح ذبحوا اليهود، ذبحوا النصراني، ذبحوا كده، اكلوا، قولوا بسم الله واكلوا طوالي، حلال عليكم. طيب الا اذا كان تاكدت انه اللحم ده لحم خنزير، او تاكدت انه زول ده ذبحوا زول يعني مجوسي ما غير مسيحي غير يهودي، يبقى ما تاكلوا الذبيحه المجوسي ما بتجوز. طيب ما عارفين اختلطوا، هل الخروف ده ذبح مسيحي ولا هنا اسمه مجوسي؟ قولي بسم الله واكله بس. طيب بالنسبه للايه شيخ ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أيوة كيف يجمعوا بينها وبين ال بعدين في حالتين ده نحن قلنا الخروف ده قالوا ذبحوا مسيحي اكل طوالي، يهودي اكل طوالي. اما قالوا ذبحوا يهودي ولساعة الذبح ذكر اسم غير اسم الله ما ناكل، طبعا دي كلها بتكون غير متاحه يعني. هاي حتى مسلم هنا لو ذبح خروف ذكر اسم غير اسم الله اثناء الذبح ما ناكل. يبقى يجتهدوا وراوا هنا، ونسال الله ان يحفظ ليكم ايمانكم يعني قوت مدين. اقول له جزاك الله خير، وربنا يجزي خير الجزاء في بلد غربه بعيده زي ديتكم متمسكه بدينه متسع العمر دينه، لما نعمه من الله. صحيح. احمد ربنا على نعمه الايمان، حفظ على ايمانك على تقواك، ان شاء الله ربنا يجمعنا كلنا في دار الفردوس ان شاء الله. اللهم امين. اللهم امين. محمد من سنار، السلام عليكم. مرحبا بك يا ابو حميد. انا مثلا في شهر رمضان الواحد بصوم ما افطر له. الواحد شنو؟ بصوم ما افطر له. يصوم وما بصلي. طيب. تسمع ان شاء يلا الله. يلا بس عداني يعني لاحظت في ناس كذا يعني الواحد تلقاهم يعني عندهم قروش يعني. محمد معليش صحصح معي يلا. شويه وقول سؤالك بوضوح. بتلاقي يعني ما تلقاهم يعني كذا داري كذا يعني غنيان كذا عندهم قروش وتلقاهم يعني بيشحد يعني برضه يعني شفايف غنيان ويشحد. طيب شكرا جزيلا يا ابو حميد. بالنسبه شيخ للسؤال المتكرر كالعاده يعني الذي يصوم ولا يصلي. يصوم ما بيصلي، الصلاه هي عماد الدين، زول بيصوم وما بيصلي معناته صيام ذاته فيه إن. على اي حال نحن ما نعلم الغيب، الزول ده لو صام بجبر كان الصيام اللي هي النيه والامساك من المفطرات شهوه البطن والفرج، ادى الركنين ديلا خلاص ادى فريضه الصيام، يوم الغيام ما بيتعاقب بعقوبه انه ما صام، صام. لكن وين الصلاه اللي بتحفظ الايمان من الضياع. الزول اخواننا تارك الصلاه دي ايمانه ده مهدد بالضياع. اقل حاجه تصيبه فتنه ضيع ايمانه، قال تعالى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. يبقى الزول تارك الصلاه ده في فتن كثيره في الدنيا دي، امور عظيمه تهز ايمان المسلم. يبقى الزول ده لما تفيه فتنه ما بيقدر يثبت قدامه، هيسقط يضيع ايمانه. يبقى لذلك الصلاه هي بتثبت الايمان، قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين. تارك الصلاه دي يوم الايام تلم فيه فتنه صعبه ينفعل فيها ويطلع من خلاص ضيع ايمانه منه. الصلاه زي الشدر المزروعه قدام البيت، كل يوم تزقيها وتحتني بها ترسخ وتثبت، تجي حبوب تهزها ما بترميها، لكن ما بتزقيها ولا بتحتني، تضعف تضعف تجي شويتين على ما تكسر ترميها تضيع ضعيفه. يبقى الصلاه الايمان ده غذاه الصلاه، 5 مرات في اليوم نحن بنغذي شدره الايمان في قلوبنا دي. يبقى زول ما بيصلي شدره الايمان وين غذاه؟
قال تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. يا سلام. وأقم الصلاة لذكري، صلي لتذكرني فيها. اللي بيصلي بيذكر الله، اللي ما بيصلي ما بيذكر الله، واللي ما بيصلي واللي ما بيذكر الله معرض أي فتنة تلم فيه وتضيع الإيمان، راح للدار الآخرة بدون إيمان، يخلد في نار جهنم. الله المستعان. طيب يقول بالنسبة لبعض الناس غني ويشحد يتسول. صدق الرسول عليه الصلاة والسلام قال وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. لا إله إلا الله. ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. يبقى اللي بيشحد أصلا ما بيغنى، يفضل يشحد يشحد لغاية ما ينام. وسبنا لاحظ ناس في الأسطوب تلقوا الكبير في السن وتعبان وتلقوا واقف من الصباح في الأسطوب في الشم يديك ويشحد ويشحد كمرك الراجل هذا خلاص أسد تلقى عنده عمارات ويشحد لأنه خلاص يشحد بقت مرضى في قلبه. وما لا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. طيب أنا أستاذ أنك أخذ اتصال من النيل الأبيض. نجم الدين السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ محمد عثمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم وقصوم الله أكبر. تحية لك الشيخ الجليل محمد أحمد حسن. ولك التحية ولكل أهلنا في النيل الأبيض. النيل الأبيض مدينة الرمق مربع 23 أو 12 حبابك. سؤالي حادثة موجودة عندنا قبل يومين. نعم. عندنا واحدة أختنا زوجها قاعد منها زي 8 سنوات والآن أولاً جاء خبر بها أنه الزول ده يتوفى. فما معروف تتحبس اللي ما تتحبس هل الميت بقول لها الزول ده الكلام ده شائع يعني إحنا ما إحنا أنت ما تتحبس يعني. فما حكم الدين في ذلك وجزاكم الله خير. شكرا جزيلا. هذا السائل شيخ نجم الدين من النيل الأبيض يقول زوجة غاب عنها زوجها 8 سنوات وجاهم خبر أمس أنه هو توفي. في الحالة دي كيف يكون حبسها؟ خلاص لكن جاء خبر يتوفى هسه ولا توفى أمس؟ أمس جاهم الخبر أنه هو توفي. توفي خلاص تحضن 4 شهور 10 يوم وتوزع الوراثة طوال. في الحال إذا جاء الخبر عن طريق موثوق به وإذا شكوا يتصل بالمحكمة. المحكمة جاءنا خبر إنه فلان ده توفى. في الحالة دي المحكمة تحقق إنه زوجته كان غايب 10 سنوات تأكد تمام. في الحالة دي القاضي يحكم بوفاته ويأمر بتوزيع الميراث وزوجته ممكن تتزوج. لكن بخبر زوج نفر نفرين لا، لازم يوثق الكلام ده يوصل المحكمة. يعني بمجرد مجيء الخبر بالنسبه لها تعتد. كان جاء خبر مؤكد ان الزول ده توفى خبر موثوق به وخلاص تعتد حسب العهد الشرعي تعتد وبعد توزع الميراث بتاعه. طيب. لكن اذا كان الزول ده غايب زي ما قلت كم سنه وجاء خبر قال توفى بتين والخبر ده موثق والله ساكن الناس قالوا توفى في الحاله تمشي يفتح بلاغ عند المحكمه الزول ده غايب له 8 سنوات غايب وجاء خبر انه توفى. القاضي اذا تاكد من الخبر ده يحكم بوفاته شرعا. بعد ذاك المرأة تعتد وتوزع الميراث. بعد ذاك ظهر الزول ده حكم القاضي نافذ. بعدين هن ده اللي عندنا في الغياب مثلا فرد زول زوجة غاب 2 سنين طلبت الوفاة جاء خبر انه توفى. القاضي ما بيحكم بالوفاة الزول الغايب الا بعد مرور 4 سنوات. بعد مرور 4 سنوات حتى ان القاضي يحكم بوفاته. حتى لو رجع بعد ذاك خلاص ينفد حكم القاضي. طيب استاذنا اخذ كذلك اتصال من بنقولة. النذير السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. مرحب بك تفضل. يديك العافية ما دام نزلت سائل من بنقولة. مرحب بك. الامور شنو تمام؟ الحمد لله. تفضل. ولساناتكم طيبين يا. وانت طيب. صح السلام حق امنياتك. امين. سؤالك؟ بسأل عن الكريمات ها ممنوعه ولا ما ممنوعه؟ الكريمات اللي ممنوعه اكيد للرجال ولا للنسوان؟ الكريمات خاصه للنساء تجميل. طيب شكرا جزيلا. يعطيك العافيه. نعم شيخ يسأل عن الكريمات. الكريمات نوعين. نعم. النوع بيسمح الوش يسدد شوق البرد مطلوب. المرأة الزوجة خاصة تسمح لزوجها وتجمل له وتسمح له عشان ما يمشي يهبش برا. أما الكريمات اللي بتقلب اللون حرام قطعا لأن فيها تغيير لخلقة الله. وفي الحديث لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلقات للحسن المغيرات خلق الله. يبقى الكريم اللي بيقلب اللون ده حرام لأن فيه تغيير لخلقة الله.
ان ربنا خلي كده ثمرة ارض بحكم ربنا، خلي كده ارض بحكم ربنا، لكن ما ممنوع ذول يستعمل الاستحمام بالصابون، غسل الوجه بالصابون، بالكريمات اللي تسمح تسد شقوق البرد، تلمع الوجه تسمح، ما ممنوع. نعم. طيب عودة للموضوع يا شيخ، بالنسبة للأطفال يعني حقيقة بعض الأطفال في بعض الصلوات هم مصدر للإزعاج. أيوة. سواء باللعب أو بالأصوات أو بالتخطي، كيف يعني نتحكم في هذا ما بين أيوة. أن أمرهم للإتيان إلى المسجد وما بين أن يعني نجعلهم يحترموا المكان وشعيرة الصلوات والمسجد كذلك. زي ما قلنا قبل شوي انه الاطفال انقسموا لنوعين، النوع الاول الطفل المميز، والطفل المميز اللي هو 7 سنة فما فوق، والغير مميز اقل من 7 سنة. الطفل اللي اقل من 7 سنة ده ما نجيبه الجامع خالص، لانه طبيعته اللعب، يلطط بيجا يصرخ بيجا يجي بين المصلين، ابوه يسوق يوقف جنبه يخليه يمشي من ابوه، يعمل لك تشويش ما بيخليك تخشع في الصلاة. أقل من 7 سنة ده خليه في البيت، ولا أخواته مسكوا أخوك إلا ما يباريني. أي بعدك بعد ما تكبر تتصلي، أما من 7 سنة زي ما تكلمنا مدة شوية، من 7 سنة زي ما الرسول أمرنا مرصي بينكم بالصلاة اللي 7 سنين، من 7 سنة نعلمه كيف على ما يدخل الحمام يستجمر كيف، يستنجى كيف، يحافظ على طهارته كيف، ونعلمه الوضوء ونعلمه الصلاة، إنه يعلم آداب المسجد. ونفصل له ملابس خاصة للمسجد، من البلس بالعباء والكورة والدردك في الوطف في التراب يجيبها المسجد. لما يجي وقت الصلاة يقول لي تجي البيت تم تغير تستحمى وتلبس ملابسك حقت الجامع تمشي الجامع، نسوق الوقت من نكون موجودين نجيب الجامع، نعلم آداب المسجد ونحترم المسجد. لو كل أبو بيعلم ولده أدب لأنه ما كان نسمع تشويشات ولا تصريخات. هسه كثير ممكن ما نمشي لنا مسجد نعمل لنا درس والله شيء. السؤال الأول عن حكم الأطفال في المسجد والتصرخين وكذا، يبقى نحن نرحل بس كل أبو يعلم ولاده أدب المسجد يكون حفظنا عليه وغار المسجد. كمان برضو في بعض الآباء كمان ولا الطفل يجي في الصف ينهره أرجع ورا، لما ننهره الطفل المميز عندنا فقهاء المالكية قالوا تصح إمامة الطفل المميز في النفل ولا تصح في الفرد. الشافعي قالوا إمامة الطفل المميز تصح في كل الفرائض ما عدا الجمعة. ما دام الشافعي يجوزوا إمامته، ليه نحن نطرد من الصف الأول؟ ما نطرده. كان حريص تعال بدري. كان حريص تعال بدري عشان ما تقعد. أيوة بس أيوة. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، كل الشكر بعد شكر الله تعالى لفضيلة الشيخ الدكتور الوالد محمد أحمد حسن الذي تولى الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم. شكرا لكم يا شيخ. الله يبارك فيك. الشكر كذلك موصول لكم أنتم على حسن المتابعة. لله ما أحلى الطفولة، إنها حلم الحياة، عهد كمعسول الرؤى ما بين أجنحة السبات، ترنو إلى الدنيا وما فيها بعين باسمة، وتسير في خطوات واديها بعين حالمة. لله ما أحلى الطفولة. هذه تحياتي محمد عثمان والفريق العامل، إلى الملتقى، تقبل الله منا ومنكم.